والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه المداخلة نحاول أن نجيب عن الإشكالية التالية: هل العلاقة بين القضاء التقليدي والطرق البديلة لحل النزاعات هي علاقة تكامل وترابط في إطار احترام مقومات وأسس المحاكمة العادلة، أم هي علاقة أفضلية وحلول أحدهما محل الآخر؟ وذلك من خلال فكرتين. الفكرة الأولى هي تأثير القضاء التقليدي على الطرق البديلة لحل النزاعات، والفكرة الثانية هي تأثير الطرق البديلة لحل النزاعات على القضاء التقليدي. أولاً، تأثير القضاء التقليدي على الطرق البديلة لحل النزاعات، نشرح ذلك بمثالين. المثال الأول يتعلق بدور القضاء بالنسبة لخصومة التحكيم، والمثال الثاني يتعلق بدور القضاء بالنسبة للوساطة. بالنسبة للمثال الأول، دور القضاء في خصومة التحكيم، نجد أن القضاء يمنح القوة الإلزامية لأحكام المحكمين من خلال تذييله لحكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهذا يمثل اعترافا من القضاء بجواز حكم التحكيم وإمكانية تنفيذه جبرا بالوسائل القانونية. ورغم أن القضاء لا يتدخل في موضوع أحكام المحكمين، إلا أن له دور في مراقبة شروط تنفيذ هذه الأحكام من خلال التأكد من صحة إجراءات هذه الأحكام من توفر الشروط اللازمة والتثبت من صحة إجراءاتها وإمكانية تنفيذها حتى لا تخالف النظام العام في البلد المطلوب التنفيذ فيه. المثال الثاني يتعلق بدور القضاء بالنسبة للوساطة. طبقا للمادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، فإن القضاء هو المحرك الأساسي للوساطة، فالمحكمة تقوم بتحديد القضايا المحولة إلى الوساطة، بمعنى أن الوساطة هنا لها دور ملحق وتابع للقضاء التقليدي. فحسب المادة 995 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن الوساطة لا تعني غل يد القاضي عن النزاع تماما، بل يستمر القاضي في متابعة مجرياتها ويتدخل باتخاذ مجموعة من التدابير في أي وقت أثناء الوساطة، بمعنى أن الوساطة ليست بديلا بالمفهوم العام، فهي دعوة قضائية وفق تدابير معينة تنهي النزاع من خلال تفاوض وحلول ودية. هذا بالنسبة لتأثير القضاء التقليدي على الطرق البديلة. أما بالنسبة لتأثير الطرق البديلة على القضاء التقليدي، فإن الطرق البديلة لها دور مكمل للقضاء من حيث تخفيف العبء على كاهل القضاء من أجل تحقيق عدالة نوعية وذات كفاءة، حيث تعتمد الطرق البديلة نمط حلول افتراضية أو علاجية تبقي على العلاقات القائمة. فأغلب النزاعات هي نتيجة للحياة الجماعية التي تتطلب عدالة تعايشية مبنية على المصالحة وليس على العقوبة. على سبيل المثال، تقوم الوساطة بحل العديد من القضايا، تقوم بدور رئيسي في حل العديد من القضايا التي لا يمكن للقضاء التقليدي الاستجابة لها. ذلك أن الوساطة لها دور فعال من خلال الحلول المتفاوض عليها، حيث تعمل على وضع قانون على القياس لكل حالة بمفردها، بينما القضاء التقليدي يقوم على فكرة القانون الجاهز للتطبيق، بمعنى أن أحكامه تستند إلى القانون. فالطرق البديلة هنا تعمل على تحقيق متطلبات المحاكمة العادلة من خلال بساطة الإجراءات وسهولتها ومرونتها، أيضا من خلال مساهمة الأطراف في حل النزاع. أيضا من بين المميزات أيضا سرعة الفصل في القضايا، توفيرا للجهد، يعني بمعنى الفصل في القضايا في وقت قياسي يوفر الجهد والمال، بالإضافة إلى حياد واستقلالية وكفاءة القائمين
والقائمين بها مع المحافظة على العلاقات والروابط الاجتماعية بين الخصوم. الخاتمة: لقد حاولت في هذه المداخلة توضيح وتحليل العلاقة القائمة بين القضاء التقليدي والطرق البديلة من منظور احترام مقومات وأسس المحاكمة العادلة، والإجابة على الإشكالية التالية: هل العلاقة بين القضاء التقليدي والطرق البديلة لحل النزاعات هي علاقة تكامل وترابط، أم هي علاقة أفضلية وحلول أحدهما محل الآخر؟ حيث تم التوصل إلى النتائج التالية: إن مصطلح الطرق البديلة ليس بديلا للقضاء، بل هي عبارة عن بدائل للمتقاضي، وعليه فالطرق البديلة تؤكد الرابطة التكاملية بين الحل القضائي والحل الغير قضائي للنزاعات، وذلك خدمة للأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي بإيجاد حلول سلمية للخلافات، بمعنى أنه لا يمكن تهميش دور القضاء التقليدي باعتباره أحد الركائز الثلاث للدولة. النتيجة الثانية: نستنتج أن الطرق البديلة لا يمكن أن تحل محل القضاء وليست إزاحة له، ولا يمكن للقضاء الاستغناء عنها، بمعنى آخر أنه لا يعوض أحدهما الآخر. فالطرق البديلة تكمل وتساند القضاء التقليدي، والقضاء التقليدي يساعد الطرق البديلة ويساهم في إنجاحها بهدف تحقيق متطلبات المحاكمة العادلة، حيث أن لجوء أطراف الخصومة إلى الطرق البديلة مثل لجوئهم إلى القضاء التقليدي لا يعد تنازلا عن حقهم في الحصول على حل منصف للنزاع توفره جهة محايدة ومستقلة ذات كفاءة. بناء على هذه النتائج السابقة، يمكن أن نقدم بعض الاقتراحات والتي تتمثل فيما يلي: إقناع الأطراف بجدوى نظام الطرق البديلة وضرورة نشره وترسيخه ثقافة وممارسة. الاقتراح الثاني: بالنسبة للقانون المنظم لمهنة المحاماة، نجد أنه لم يسمح للمحامي بممارسة مهنة الوساطة، لذا نقترح إدخال تعديلات في هذا الخصوص فيما يخص السماح للمحامي بممارسة مهنة الوساطة، لأن الدوافع المادية كثيرا ما تدفع المحامي إلى توجيه رأي موكله لرفض الوساطة كحل النزاع. كاقتراح آخر: يجب ضمان جودة هذه الطرق البديلة لحل النزاعات من خلال كفاءة ونزاهة مؤسساتها والقائمين بها وحيادهم واستقلاليتهم، من أجل ضمان التطبيق الفعلي والسليم لكافة مقومات المحاكمة العادلة. وشكراً.